قبل ما حضرتك تشوف الفيديو ما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتختار كل الإشعارات عشان نوصلك كل جديد بينزل على قناتنا قناة الأهلاوية على اليوتيوب. مشاهدة طيبة. ده الآن في قطر هيلاعب الأهلي بكرة بايرن ميونخ، نادي كبير والناس قاعدة يعني بتتكلم وبتتحسب لي هذه المباراة. أنا لأني راجل الحمد لله يعني مش ما بفهمش قوي في الرياضة وفنياتها، فمش هتكلم عن المباراة أو توقعات حتى للمباراة. لكن أنا توقفت عند حاجة فيما يخص محمد أبو تريكة. ومحمد أبو تريكة ناس كتير جدا تقول لك إيه ما تتكلموش عن محمد أبو تريكة، أصل ناس بتحبه، أصل يعني ليه جماهيرية كبيرة جدا، ناس ما بتقبلش فيه حاجة. لما كنا بنقول إنه محمد أبو تريكة خان البلد بشكل واضح جدا لما انحاز الى جماعة والى دولة تعادي مصر، كان الناس تزعل ويقول لك هو ده راجل لعيب كورة، هو انتوا مالكم وماله، انتوا ليه بتدخلوه في السياسة وليه بتدخلوه في الصراع السياسي؟ طب خلينا هنا نحط دي على جنب. ليه؟ لانه النهاردة وبقى ايه شاء من شاء وابى من ابى، محمد ابو تريكة خان الاهلي وجماهير الاهلي. تقول لي ازاي؟ لان مش معقول أبو تريكة لسه له فيديو من يمكن أقل من ساعة قال لك أنا أول مشجع للأهلي، فإزاي تطلع وتقول إنه أبو تريكة خان الأهلي وخان جماهير الأهلي؟ أقول لحضراتكم، والحقيقة في تفاصيل مهمة جدا في تقرير نشروه الزملاء في مصر تايمز عن كواليس اللي حاصل في قطر، وهو إيه؟ أول شكل من أشكال الخيانة، من أشكال الخيانة اللي قام بيها أبو تريكة ضد الأهلي أو خان الأهلي وخان جماهير الأهلي، إنه عمل الآتي: لم يحضر في المدرجات المباراة الأولى اللي حصلت ما بين الأهلي والدحيل اللي هو النادي القطر. يعني أبو تريكة الوقت طالع يقول لك أنا هحضر المباراة بتاعت الأهلي وبايرن ميونخ وهقعد في التالتة شمال مع جماهير الأهلي، وقاعد يعمل فيديوهات ويقول هذا الكلام. فأول حاجة إنه أبو تريكة خان الأهلي لما ما حضرش المباراة الأولى اللي هي كانت بين الدحيل القطري والأهلي المصري. ليه؟ لأنه الراجل هنا قارن مصلحتي فين؟ ما أنا لو حضرت في المدرجات بتاعت الأهلي وسط جمهور الأهلي القطريين هيزعلوا، قطريين هياخدوا على خاطرهم، قطريين دول هم اللي يعني انيني بيدفعوا لي الفلوس انا قاعد في حماهم، فاعمل ايه؟ ما احضرش. فده اول خيانه. هو انت الوقت هنا النادي الكيان عندك اهم ولا قطر؟ لا انت قطر. لما خلصت المباراه ورفع الحرج عن ابو تريكه خلاص، فهو ايه استخبى في المباراه الاولى، يعني المباراه الاولى استخبى عمل من بنها، قال لك ايه يعني انتوا عارفين، قال لك ايه عمل نفسه نايمه وانا عامله نفسي نايمه. لما جه بقى المباراه الثانيه طلع ابو تريكه عشان يستعرض وللاسف الشديد وهو بيقول انا هحضر في المدرجات الثالثه شمال مع الجمهور الاهلي، كان طالع يعمل فيديو ترويجي لاستاد الريان اللي هو هناك في قطر، يعني حتى لا يخلو من مصلحة اللي هو على طريقة الايه خواجة اليهودي اللي هو ينعي ابنه ويصلح ساعات، يعني يطلع يروج للاستاد وبعدين يقول لك انا هشجع الاهلي. فما كانش برضو الاعلان ده يعني لوجه الله، ده تاني سبب من اسباب اللي بقول لك انه ابو تريكة خان الاهلي. طب السبب التالت والمهم جدا انه ابو تريكة يعني ساب نفسه وما صرحش وما قالش لما الاعلام بتاع الاخوان قال لك انه مصر تعقد اجتماعات لمنع ابو تريكه من اللقاء بلاعيبه الاهلي. وكل اللي حصل زي ما عرفنا من مصادرنا هناك انه اداره الاهلي وكابتن الخطيب تحديدا وبالتنسيق مع الفيفا انه ما حدش يقابل اللعيبه في المعسكر بتاعهم على الاطلاق، اي حد اي حد مش ابو تريكه يعني تحديدا شخصيا بنفسه بشحمه بلحمه، لا ملوش علاقه هو بالايه بالمساله دي اي حد. فهم خدوا حكايه قال لك منع ابو تريكه من ان هو يقابل وخايفين ان هو يقابل مش عارف ايه بتاع،
ما خرجش ابو تريكه عمل تصريح ولا قال ان انا ما اتمنعتش او ان دي اجراءات الفيفا عاملها، ولا انه اللعيبه هم خايفين عليهم عشان الكورونا لان هم حاطينهم في فقاعه طبيه عشان العدوى، ولا قال انه قاطوا التصوير واللي انتوا عارفينه ده. فده اول او ثالث سبب من اسباب الخيانه. رابع سبب، لان احنا عندنا كده اربع اسباب ل خيانه ابو تريكه للاهلي. لما يجي يعلن النهارده هو انه هيحضر المباراه، وده كلام البعثه بتتكلم فيه او بتقوله، طب انت لما تبقى موجود في الجماهير وانت راجل معتزل وليك جماهيريتك الناس اللي مخدوعين بيه، فالاهتمام بابو تريكه قد يخطف الاهتمام من المباراه. ولذلك في رسائل مبطنه كده راحت لابو تريكه من البعثه بتاعت الاهلي انه ما تحضرش المباراه، يعني خليك لطيف كده، انت ما حضرتش المباراه الاولى، ما حضرتش المباراه الاولى، اخترت قطر، اخترت عملك، اخترت مصلحتك، اخترت البلد اللي انت يعني قاعد فيها، وما اخترتش النادي بتاعك، وامتنعت عن انك تحضر. فالوقت جاي تحضر المباراة التانية دي، انت ممكن تؤثر، تبقى عامل ايه حالة يعني ناس مشغولة بيه، الجمهور ده بقى يروح يصور مع بوتريكا ويقعد مش عارف ايه بتاعه وحاجات، وتبقى فيه حالة من اللخبطة الموجود. فأنا أتمنى أنه أبو تريكة يستجيب إذا كان لديه يعني اللي هو لسه عنده شوية من الانتماء للأهلي، الانتماء الحقيقي مش الانتماء الدعائي. لو طالع الفيديو يقول لك إيه أنا أول مش ورونا الفيديو ده كده يا جماعة، لو أقول لك أنا أول مشجع الأهلي ورونا كده. أحلى حاجة في الدنيا وأنت كلاعب تلعب للأهلي المصري، وأحسن حاجة إن أنت تشجع الأهلي من المدرجات. أنا في كأس عالم الأندية اول مشجع الاهلي. تمام، اصدقك ازاي؟ اصدقك ازاي؟ انتوا عارفين، انتوا عارفين الله يعني يديله الصحه الفنان الكبير صلاح عبد الله في مكان بيقول لماجد الكدواني، يقول له يعني اسامحك ازاي بعد ما نجست لي الكباريه؟ لا هو ده، اصدقك ازاي؟ او الناس تصدقك ازاي؟ انت بعت النادي بتاعك لان المباراه الاولى كانت مع قطر، فقلت لا 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 ما احضرش برضه بتاع، يعني انا هحضر في مع مشجعين الاهلي والقطريين يزعلوا وياخدوا على خاطرهم يتقمصوا، اخليني اسلم. محدش يتكلم على المبادئ، محدش يتكلم على الاخلاق، محدش يتكلم على الانتماء. يعني كان كنت احيانا مثلا التمس العذر لجماهير الاهلي وجماهير ابو تريكه لما نتكلم عنه في الجزء السياسي والاخوان وبتاع، لكن الكلام الوقت ما فيش فيه سياسه، كلام الوقت فيه اهلي وفي انتماء للاهلي وفي لعيب كبير الناس شايفه ان هو يعني ايه مخلص للكيان. لا يا جماعه، ابو تريكه خانكو، ابو تريكه خان الاهلي بشكل واضح، والوقائع اهو اربع اسباب، انه ما حضرش المباراه الاولى اللي هو بتاع الدحيل ده عشان قطريين اول حاجه. تاني حاجه انه الراجل لما طلع يقول ان انا هحضر مع الجمهور كان طالع بيروج للاستاد القطري، وبعدين لما قالوا انه اتمنع من الناس ما طلعش صرح وما برقش الاداره وما برقش الاهلي وما قالش كلمه حق. واخر حاجه انه الراجل عاوز يحضر للشو برضه، وبقى في الامان خلاص، ما بيلعبوش مع قطر، فاحنا كده في الامان، نطلع بقى ايه نعمل الشو. للاسف الشديد انت بتتكلم عن اسطوره بالنسبه لي وبالنسبه لناس كتير سقطت تماما، واثبت انه كل كلامه اللي كان بيقوله على الاهلي وكلام بيقوله على الكيان وكلام بيقوله على الانتماء وكلام بيقوله عن الولاء وكلام بيقوله عن الحب والمحبه، كل ده فنكوش. بعد ما حضرتك شفت الفيديو ما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان يوصل لك كل جديد بينزل على قناتنا قناه الاهلاويه على اليوتيوب. بشكركم مره واثنين وثلاثه وعشره. كان معاكم اخوكم هاني الشراوي، والسلام عليكم.